عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، على نيته وسره. في قبل 10 سنوات كنا نبين أمرا عظيما، وهو حتى لا يختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح والمصلح بالمفسد. كنا نبين الفقيه الذي لبس لباس الرقاة الشرعيين، والناس يأتون إليه، تأتي الحاج والحاجة، ويأتي إليه المسلم الغير على دينه، يفر من السحرة لكن يقع في مطب ساحر بلباس أهل الزهد والتقوى. فإذا به يفاجئ يكتب لي على البيضاء، يكتب لي في شبانياي، يكتب له في ورق حجاب أو طلاسم أو أنواع من البخورات الشركية والعياذ بالله. فالحمد لله بينا هذا الأمر جليا، وصار على هذا الطريق كثير من المخلصين والغيورين، ولله الحمد منا قل هذا الأمر. فكنا نبين الرقية البدعية والرقية الشركية والرقية الكفرية، حتى أصبح عند الناس يعرفون ويميزون من هو الراقي الشرعي في رقيته من الراقي غير الشرعي في رقيته. لكن هناك صنف آخر جديد لا بد أن نبين، وهو الرقاة أو راقي شرعي أو رقية شرعية خالصة لا تشوبها شائبة، لكن لن تؤتي أكلها، لأن من يتقمصها ويتلبس بها ليس على هدي شرعي. رقيته شرعية لكن هديه ليس هدي شرعي، ليس منهجه ليس منهج شرعي، أخلاقه ليست أخلاق شرعية، تصرفاته ليست تصرفات شرعية، قلبه لا يحمل ذاك النور الشرعي. والذي يعرب ويفصح عن هذا هو السلوك، وهو القول، وهو العمل، وهو التوجه، وهو ما يصدر من هذا العبد كان صغيرا أو كبيرا. فلا بد أن نحقق وندقق لوصول الرقية إلى كنهها وعمقها ولبها. لا بد أن تتوفر شروط، وعلى رأسها شرطان لهم علاقة بالراقي: أن يكون خلقه وهديه شرعي، وأن تكون رقيته شرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.